اختيار يا ابني. اول حاجه الترم الثاني بيكلمني على فور يونت. اول يونت ده كيمستري، تمام. تاني يونت ده فيزيكس، تالت ورابع يونت ده بايو، تمام. اول يونت كيمستري، تاني يونت فيزيكس، تالت ورابع يونت بايو. هنبدا كده باول يونت، تمام. قبل ما ابدا اول يونت يا شباب، فاكرين الاليمنت بتاعتي ورموزها؟ الصوديوم رمزه ان ايه؟ هفكركم، محدش يتخض. الصوديوم ايه ده؟ البتاع عامل الدوائر. الرمز الصوديوم كان رمزه ان ايه؟ الكوبر رمزه سي يو، الاكسجين رمزه او، الكلور رمزه سي ال. فاكرين الحاجات دي ولا لا؟ الصراحة لا، شوية. الصراحة لا. طيب، هي على العموم اول سيشن عندنا بتبقى ريفيجن على اللي فات من الكيمستري، رموز الاليمنت، الفالنس بتاعها، ازاي بكتب كومباوند، ازاي بكتب كيميكال ايكويشن. فانا كنت عايزه استنى، اشوف انا هل فاكره ان ال NA11 وال NG12 وال O8. الحمد لله. نرجع بعد الريفيجن، خلاص انا اشيل الكتاب بتاع الترم ده ونشوف الريفيجن بتاعتنا. طيب، اولا ثواني اجيب لكم الورق بتاع الريفيجن بتاعي وازاي بكتب الكومباوند، وهبعت لكم كمان الورق بتاع الاليمنت و الفالنس بتاع. عارفين يعني ايه فالنس يا اولاد؟ فاكرين كلمة فالنس ولا لا؟ أظن التكافؤ ولا إيه؟ اه، فالنس هو التكافؤ، هو numbers of electrons سواء اللي هيعمل lose or again in the chemical reaction، يعني اللي انا هفقده او اكتسبه خلال الكيميكال رياكشن بتاعي. طيب، احنا عارفين اصلا الاليمنت عندنا مكونه من 3 انواع، ميتال ونان ميتال ونوبل جازز، دي حاجه مفروغ منها. وعارفين الفرق ما بين الثلاثه، ان الميتال الاوتر موست انرجي ليفل less than 4 electron، صح؟ شباب معايا ولا رحتوا فين؟ معاكي مش معاك، سنة الميتال 15. less than، الميتال less than energy level الاوتر موست اقل من 4، اكتبي السنة وكمان اللي فاتت الفيديو، more صح؟ than 4 electron. والله انا بدور لكم على على رموز لا، الرموز كانت فين؟ كانت في اولى، كانت في أول، كانت في ولا اولى الترم ولا الأول؟ أه، ولا على الترم ايوه. الأول. كانت في اولى بس الفالنس والاتوميك جروب كان في تانية تقريبا. فناخد حاجة حاجة كده واحدة. لا، مش هو ده اللي انا كنت عايزاه. مش دول اللي انا كنت عايزاهم. هما دول الوحيدين اللي كانوا موجودين. The element name and their sign. انا كنت، انت اخدت وفاكرين الاتوميك جروب كنت واخدينها السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها؟ سنة أولى إعدادي الترم التاني بيتهيألي. والله هي شكلها تانية اعدادي الترم التاني. Monovalent و هي دي البنات.
بس الترم ده اللي هو تاني اعدادي، الترم التاني ما كانش فيه اصلا كيمستري. لا كان اه فيها ايه حبيبي. يا ولاد، انا جبت السنه اللي فاتت كيمستري ولا لا؟ لا كان في الترم الاول. هتلخبطوني ليه؟ هتلخبطوني ليه؟ ما اعتقدش ان كان في الترم الاول، ما انا لسه مقفله الترم الاول. السيمبل، السيمبل بتاعت الاليمنتس دي ايه؟ كانت في اولى، السيمبل بتاعت الاليمنتس دي كانت في اولى اعدادي مش في تانية اعدادي. تانية اعدادي بقى الجروبس دي بقى. الموديك اليمنت. كان عندكم حاجه بقى، كان عندكم حاجه اسمها الاتوميك ويت، اظن برضه اسمها فاكرين؟ طيب معلش انا هشتغل على البورد دلوقتي لغايه ما الاقي الماتيريال بتاعتي، بس انا كل ما افتح البورد عندي يقولي هو معمل لها ابديت ومش عارفه اشتغل بيها، ما حدش عارف المشكله فين. ايه كله ده. النظام ده في الوايت شايفين بورد البورد؟ فعلا مش فاهمة اصلا، حاجة غريبة. ايه كله ده، ايه كله ده. ثواني يا شباب معلش. طيب انا هشتغل على الكتاب بتاع السنه دي اللي بتاعكم واكتب لكم عليه حاجات، تمام؟ طيب اول حاجه او اول مبدا في اي حاجه لازم اعرف ازاي بكتب الكومباوند بتاعي. الكومباوند مثلا لو كان قال لي صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد ده كومباوند، ازاي بكتبه؟ قال لي الصوديوم بكتب تحتيه ان ايه، الكلورايد رمزه سي ال، تمام؟ الصوديوم ده مونو فيلنت، فانا احط عند السي ال 1، والكلورايد برضو مونو فيلنس فاحط عند ال ان اي 1، فلما اجي اكتب الكومباوند على بعضه هقول ان اي سي ال، وده اسمه صوديوم كلورايد، تمام؟ الارقام اللي انا كتبت تحت كل واحد دي الفالنس، وعندي الفالنس بتاعي لما اجي بكتب وحد سامعني كويس؟ الصوت معلق معانا بس. المونوفالنس معناه ان هو احادي التكافؤ، يعني لما بيخش اي كيميكال رياكشن بيعمل اجين اور لوث وان الكترون، تمام؟ معلش يا تيتشر، كان النت علق لحبة كده فما سمعتش حضرتك بتقولي ايه. بقول ان انا عندي شويه اليمنت، تمام؟ هكتب لكم او هبعت لكم على الجروب الرموز بتاعتها، زي الكلور سي ال، زي الصوديوم ان اي، زي الاكسجين او، زي المغنيسيوم ام جي، الالومنيوم اي ال، زي ال AU السلفر، وكمان عندي ال HG ده الزئبق، تمام؟ ال CU ده الكبر، وال CA ده الكالسيوم، خلاص؟ طيب رموز الاليمنت دي عندي حاجة فيها اسمها فيلنس. يعني ايه فيلنس؟ قال لي قال لي الفيلنس ده هو الالكترون، هو الالكترون ذات لوثر اجين ان ذا اتوم in the chemical reaction، هو اللي بيفقده الاتوم من خلال الكيميكال رياكشن بتاعي. طيب يا تيتشر انا دلوقتي عايزه اكتب كومباوند، اكتب الكومباوند ازاي؟ لو قال لي صوديوم كلورايد، قال لي بوتاسيوم كربونات، قال لي صوديوم بيكربونات، بكتب الاليمنت بتاعي ده ازاي؟ قال لي اول حاجه انا بقسم الكومباوند اللي انا قلته لاتنين، تمام؟ يعني ايه تيتشر بتقسمي الكومباوند اللي انت قلتيه لاتنين؟ زي مثلا انا دلوقتي عايزه اكتب مغنيسيوم بيخة اوكسايد،
رمز المغنيسيوم ام جي اهو قسمته لاثنين، رمز الاكسيد او، الام جي ده الفالنس بتاعه 2 والاكسجين الفالنس بتاعه 2 برضه، فلما اجي هجمع الكومباوند ده هلاقيه ان هو بقى ام جي او. طيب يا تيتشر فين التو والتو؟ قال لي طالما تو وتو الاثنين قد بعض فهيروحوا مع بعض فخلاص مش هكتبهم. طب يا تيتشر لو انا كان معايا بدل الاكسجين بدل مغنيسيوم اوكسايد، لا ده مغنيسيوم كلورايد معايا. ايه المغنيسيوم كلورايد ده؟ اللي هو الام جي سي ال، الفالنس بتاع الام جي 2 والفالنس بتاع السي ال 1. ساعتها لما اجي اكتب الكومباوند هلاقي ان تحت الام جي 1 اهو بس تحت السي ال 2. معايا يا شباب؟ ابتديتوا انكم تفتكروا ولا لا؟ بديش. لا ايوه عن نفسي لا. لا برضو؟ طيب لا هنفتكر تمام. تاني مع بعض، هنفتكر تاني مع بعض. يبقى تاني انا معايا، انا معايا اي كومباوند عندي انا كل اللي انا بكتبهم دول element. الاليمنت بيبقى ليه رمز واحد فقط، تمام؟ زي مثلا لو عايز المغنيسيوم هيجي يقول لي مغنيسيوم بس يبقى ام جي. تمام. عايز الكلور يبقى هيسيب يبقى سي ال، عايز الاكسجين هيبقى او، عايز البوتاسيوم هيبقى كي. طيب لو عايزه كومباوند فانا عايزه اتنين مختلفين مع بعض. خلي بالكم يا اولاد، خلي بالكم ان الاليمنت اللي عندي ممكن يكون حاجه اسمها مونو اتوميك وحاجه اسمها داي اتوميك. يعني ايه يا تيتشر؟ قال لي طالما عندي اليمنت مونو اتوميك يعني معايا ذره واحده فقط، زي مثلا الصوديوم ان ايه، ان ايه بس ما حطيتش عنده اي ارقام. طب يا تيتشر الاكسجين بتلاقينا لما نيجي نكتب الاكسجين بكتبه او 2، ده معناه ايه؟ قال لي معناه ان الاليمنت ده مكون من داي اتوميك، داي باللاتيني معناها 2، وطبعا اتوميك اللي هي ذره يعني مكون من 2 اكسجين. ده لسه ما زلنا في الاليمنت يعني مو اتوميك. وداي بالانجليزي معناها موت. ماشي كده انا معايا لغايه دلوقتي الاليمنت، تمام. طب يا تيتشر لو انا عايزه بقى اعرف يعني ايه كومباوند، قال لي الكومباوند هو ميكتشر ما بين 2 اور 3 اتوم، تمام، او اكتر كمان من 3 من اليمنتس مختلف. يعني ايه؟ زي ال ان اي سي ال، ال ان اي سي ال ده صوديوم كلورايد صح كلنا عارفينه فاكرينه. طيب صوديوم كلورايد ده ملح الطعام اللي احنا بناكله. طيب هل ده كده element؟ قال لي لا ده مش element. ليه؟ عشان انا دول معايا اتنين اتوم من اتنين element مختلفين، الاليمنت الاولاني اللي هو الصوديوم والاليمنت الثاني اللي هو الكلور. طيب عشان كده انا قلت عليه كومباوند. طيب يا تيتشر اديني اكزامبل تاني. ال HCl اللي هو هيدروليك اسيد، الهيدروليك اسيد ده مكون من 2 اتوم، 1 اتوم من الهيدروجين و1 اتوم من ال Cl. خلي بالكم الهيدروليك اسيد ده اسيد طبعا حمض، فعشان كده لما انا باجي بستخدمه عندي يا اما بستخدمه دايليوتد يا اما استخدمه كونسنتريتد. يعني ايه تيتشر دايليوتد ويعني ايه كونسنتريتد؟ قال لي دايليوتد يعني مخفف وكونسنتريتد يعني مركز. طيب الميه الووتر H2O هل ده element ولا compound؟ compound compound. تمام. طيب ال compound ده مكون من 3 atom صح؟ مش دول 3 atom؟ 2 2 atom من الهيدروجين و 1 atom من الاكسجين. طب يا تيتشر هو انتوا ازاي كتبتوا الارقام دي؟ اشمعنى عند ال NaCl ما كتبتليش حاجه؟ وعند ال HCl ما كتبتليش حاجه؟ اهو كتبنا احنا حاجه ارقام تحتهم وال HCl كم تحتهم، اشمعنى عند الميه الووتر قلت لي دي H2O ما قلتليش مثلا H O ليه؟ ما قلتليش هي H O ليه؟ هقول لك عشان الفالنس بتاعي اللي انا كنت لسه بتكلم عليه. لو جينا بصينا على الصوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl الفالنس بتاع ال Na1 والفالنس بتاع ال Cl1 برضه،
فبالتالي الاثنين مع بعض الوان راح مع الوان، فكتبت ان اي سي ال من غير اي ارقام، الوان ما بكتبوش. طيب تعالى نشوف الاتش سي ال، نفس الموضوع، الاتش الفالنس بتاعها مونو فالنس، والسي ال الفالنس بتاعها برضو مونو فالنس يعني 1. تمام معايا يا ولاد؟ يبقى انا لما جيت اكتبه كتبته اتش سي ال على طول. طيب تعالوا بقى للميه، قال لي الميه اهو اتش، المفروض ان الميه هيدروجين واكسجين صح؟ معايا هيدروجين والأكسجين تو. هيدروجين واكسجين، الهيدروجين هو مونو فالنس، اما الاكسجين هو داي فالنت، فلما جيت اكتبه الاتش بقى عندها 2 عشان خدتها من الفالنس بتاعت الاكسجين، يبقى اتش 2O. وطبعا انا قلت ان ال1 ما بكتبوش. اي حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ اعيد تاني على الميه دي صح؟ لا. استنيني عشان انا افتكرت هو في انهي حاجه. يا ولاد الكيمستري والساينس، الكيمستري والساينس كله متراكم عليكم من البداية. طب يا ميس انا عندي سؤال، امتى بقى نعرف ان الاتوم دي او ال مينو فيلنت او داي فيلنت؟ مينو فيلنت امتى أقول لك نعرف؟ دلوقتي، بصي طالما عندك الاتنين شبه بعض أهو أهم، لقيتهم يا شباب لقيتهم. لقيتهم الحمد لله. بصوا بصوا لي يا تيتشر، لو انا عندي ال ان ايه لوحدها اهو، ده element واحد ولا كومباوند؟ حد يجاوبني، ال ان ايه لوحده ده لا element element ولا واحد، element؟ طالما element لوحده هبص على الرقم اللي تحتيه، لو في رقم يبقى انا هقول عليه الرقم بتاعه، لو مفيش رقم يبقى ده واحد، يبقى 1، يبقى ده كده مونو اتوميك يعني ذره واحده. طب يا تيتشر الكلورين سي ال 2 ده كده كومباوند ولا element؟ element element. طيب ده مونو اتوميك ولا داي اتوميك؟ طالما دخلت في الاليمنت هشوف داي عدد الاتوم اللي معايا، مونو اتوميك يعني مونو معايا اتوم اتوميك. واحده، داي اتوميك معايا 2، داي باللاتيني معايا 2 يا تفكر هو يبقى دايتوميك صح؟ داي اتوميك. دايتوميك لأن في أول واحدة الكي بيبقى محطوط التو كاملة، فهتبقى تمام اسمها دايتوميك. يا ولاد خلي بالكم ان معظم الداي اتوميك بسميه هالوجين. يعني ايه تتشر هالوجين؟ هالوجين اللي هي الغازات زي الكلورين زي الاكسجين تمام زي الهيدروجين، معظم الغازات ما ينفعش انها تبقى في صورة اتوم واحدة، يعني عمري ما في حياتي كتبت اكسجين او بس صح؟ ينفع الاكسجين او بس؟ ما بلاقيهوش اصلا في الجو او، انا بلاقيه او 2 يعني معناه ان هو دايتوميك بس برضو لسه ستيل element. تمام؟ طيب يا تيتشر لو خدت 2 اتوم بس من 2 element مختلفين كده انا دخلت في الكومباوند. تاني تاني النقطة دي معايا الاليمنت اهو، هكتب على البورد معلش، علي اود علي ادي الاليمنت بتاعي نوعين، يا مونو اتوميك يا داي اتوميك. مونو اتوميك، مونو اتوميك ذرة واحدة، صوديوم كبر اف اي اي جي، معظمهم بيبقى الميتال، معظمهم بيبقى ميتال، معظم اللي مونو اتوميك ده ميتال يا ولاد تمام، ميتال يعني معادن، اما معظم الداي اتوميك ده بيبقى جاز تمام. طب يا تيتشر هو في جاز مونو اتوميك؟ ايوه النوبل جازز، فاكرين النوبل جازز اللي هو كان الارجون، الارجون وال الارجون والهيليوم والنيون صح؟ ايوه انت تلاقيني بكتب ارجون اي ال اي ار بس. مش فاكره ان النوبل جاز دي، مش فاكره اسمها ايه الحقيقه، بس هي ما بتعملش رياكشن مع اي ما بتعملش اي رياكشن عشان هي تاني. كومبليتلي ويز الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، اخر ليفلز عندها كومبليتلي ويز الكترون، اللي بيخلي الاليمنت بتاعي بيخش
في الكيميكال رياكشن ان الاوتر موست انرجي ليفل مش كومبليتلي وذ الكترون، تمام؟ فبالتالي بيضطر ان هو يدخل في كيميكال رياكشن عشان يحاول يبقى شبه النوبل جاز. النوبل جازز دي جازز الاوتر موست كومبليتلي وذ الكترون، فما بتحتاجش انها تخش في اي كيميكال، سواء اذا كان ميتال او نان ميتال. احنا عارفين من قبل كده ان الميتال بيتحول لحاجه اسمها بوزيتيف ايون. يعني ايه بوزيتيف ايون؟ يعني بيفقد، بيعمل لوس اور 1 اور 2 اور 3 الكترون ان ذا كيميكال رياكشن، تمام؟ الميتال، الميتال الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه بيكون فيه اقل من 4، عشان كده لما بيجي بيخش في الكيميكال رياكشن بيفقدهم. اما الميتال بيكون اكتر من 4، فعشان كده لما بيجي بيخش في اي كيميكال رياكشن بيعمل اجين، عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ سواء الميتال او النون ميتال يوصلوا ان الاوتر موست بتاعهم يبقى 8. اديني اكزامبل يا تيتشر على الكلام ده عشان ما تهت منك. نعم ينفع حضرتك تبعتي الدرس ده كله على هبعت كل الورق اللي انتوا هتحتاجوه في الريفيجن في على الجروب، عشان طبعا المره الجايه انا هخليكم تكتبوا معايا كومباوند، تمام؟ تمام. احنا لغايه طيب. دلوقتي ما بدأناش في الدرس بتاعنا اصلا، لا طبعا انا كل ده ريفيجن، النهارده مش هناخد الدرس بتاعنا، انا في مجموعات بدأت فيها الدرس على طول، تمام؟ وفي مجموعات تانية بتبقى محتاجة ان هي ريفيجن. اوكي طيب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي قدامي. ال ان ايه لو فاكرين احنا كنا بنوزع ازاي، كنت الكي ال ان ايه ده 11، الكي بحط فيها 2 والال بحط فيها ايه والام بحط فيها 1، تمام؟ طب يا تيشر ال 1 ده قال لي انا كده يبقى الفالنس بتاعه مونو فالنس، تمام؟ عشان لما هيجي يخش في اه مش المفروض ان انا في الحاله الطبيعيه بتاعتهم كي ال ام ان يو كيو لغايه الكيو دول، انا معيش ان الحاله الاخيره بتاعتهم هتبقى 8، بس لو ما فيش لازم ما توقفوش 8 في الاخرانيين، يتحط اي رقم صح، وده اللي بيحدد البالانس لا 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 انا بوزع الالكترون يا ولاد التوزيع، ايوه انا الرقم على التوزيع حسب الرقم، مثلا في ال 11 مثلا هتبقى 281، حلو او قوي في ال 12 هتبقى 282، في ال 13 283، حلو ده اللي قصدي. ايوه هو ده اللي تمام، بيحدد ده البالانس كده حلو. بتاعتي. بوزع الاليمنت، لقيت ان الاوتر موست اللي هو اخر ليفلز ده فيه اقل من 4، يبقى انا الاليمنت اللي قدامي ده اسمه ميتال. يعني لقيته 1 لقيته 2 لقيته 3 ده اسمه ميتال. طيب لقيت مثلا الكلورين 17، مين يوزع معايا الكلورين؟ عايزه حد، يلا يا محمد وزع لي الكلورين كده. طب يا مس، هو تو الاليمنت بيكون كاتب الرقم، يعني اللي هو الارقام اللي قبليه ده قبل ما يكتب الاليمنت، ولا بيديني اليمنت وانا لازم اكون حافظ؟ هو المفروض ان احنا حافظين من 1 لغاية 20. لا يعني مثلا الاكسجين كاتب قبليه 16 و8، هو لا بيديني الرقم ده المفروض ولا انا بكون حافظ؟ هو بيديهولك، بس المفروض ان انا اكون حافظة من 1 لغاية 20، ده اللي انا هقوله النهاردة. هيديهولك. طيب يعني الكلورين تمام. كي ال ام، امشوا معايا بالله عليك واحدة واحدة، ادي الـ2 والايت واخر ليفلز فيه 7. طيب اول اليمنت اللي هو الصوديوم ان ايه، انا قلت عليه ميتال عشان الاوتر موست انرجي ليفل فيه 1. اما تاني اليمنت اللي هو الكلورين انا قلت عليه نون ميتال عشان اخر ليفلز فيه 7، تمام؟ طب يا تيتشر الاثنين دول لما هيجي يخشوا في الكيميكال رياكشن الفالنس بتاعهم مونو فالنت. يعني ايه تيتشر مينو فالنت؟ انا قلت الفالنس معناها ان عدد الالكترون اللي هعمل لها لوث اور اجين اللي هفقدها او اكتسبها من خلال الكيميكال رياكشن. يعني ايه تيتشر؟ الصوديوم لما يجي يخش في الكيميكال رياكشن هيفقد ال1، تمام؟ عشان يبقى الاوتر بتاعه ال L اللي هو 8، فيبقى كومبليتلي وذ الكترون. طيب ال C L، قال لي C L مش هينفع تفقد ال 7 كلها عشان ال 7 كتير، قال لي لا ده هتعمل اجين هتكتسب 1 فدي تبقى 8، فبالتالي برضو بقى مونو فيلنت، تمام؟ افتكرتوا الفيلنس هو ايه؟ يا ولاد الفيلنس، الفالنس هو تيتشر النمبر معلش اوف معلش ثانية، حضرتك الالكترونز آخر ذات إيليمنت اتوم عملتيه اللي كان اجين اور إيليمنت لوث افن شير ديورينج ذا كيميكال رياكشن. تاني تيتشر عايزة قولي بس حضرتك تعيدي، حضرتك دلوقتي لسه عاملة إيليمنت ال CL بتاعي وكان فيه 17، ال سي احنا ال، قلنا إن هو السي مونوفالنت ال 17
فاجي هوزع ازاي؟ مش الكي المفروض ان ب2 التوزيع بتاعه 2 8 والال 7 صح؟ ب8 والام ب7 تمام؟ ايوه. طب ايه بقى مونوفيلنت عملناها؟ مونو فهيبقى فيلنت ايه يعني فيلن طيب؟ واحدة عشان يكمل يبقى 8. اوكي هو تمام ده فهمت عيب. فهمت. لا عكس نون ميتال عشان هو بيجين، خدنا واحد، خدنا فلو واحد ميتال فسميته من الاحتمال مونوفيلنس. ان هي طيب تعالوا في الاكسجين، تعالى يا يوسف في الاكسجين وزعهولي بسرعة بس شوية عشان لسه عندي كلام ماشي. كتير. هو 8 اكسجين 8 فالمفروض احنا في الكي 2 الكي، الكي والباقي هيبقى فيها كام؟ نحطه في ال هيبقى 2 2 والال هيبقى فيها كام؟ والال هنحط الباقي، هنحط الباقي 6. 6. طيب هل الفالنس بتاع الاكسجين هيبقى كام؟ ال6 محتاجة كام عشان تبقى 8؟ تو 2. تو. يبقى الفالنس بتاعي هنا اسمه داي يبقى هو دايفالنت. فالنس تمام. يبقى لو انا عملت 1 اسمي مونو فالنت، لو انا محتاجه 2 يبقى انا داي فالنت، لو انا محتاجه 3 يبقى اسمي تراي فالنت تمام. تمام طيب يلا تمام يا احمد، احمد دخل ولا لا؟ ولا معيش احمد؟ لا ما دخلش. باسم معايا؟ باسم خلاص طيب يلا معايا يا باسم ولا ايه الدنيا؟ يلا تعالى يا باسم وزع لي الالومنيوم ال13. نعم يلا وزعهول كده اثنين الالومنيوم طويل 13 2 8 ثمانية 3 2 8 3 صح؟ صح طيب ده كده الفالنس بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى مونو ولا داي ولا تراي فالنت؟ يبقى هو ترايفلنت. محتاج، برافو، تراي فالنت، عشان هو محتاج ان هو يفقد 3، واحنا عارفين ان 3 باللاتيني معناها تراي، يبقى ده كده اسمه تراي فالنت تمام؟ يا السؤال استاذه مش احنا عائشه قلنا ثانية، عشان مش احنا المفروض نقول كام رقم ناقص عشان يكمل الايت فايف مس لا لا يا عائشة انت ما فهمتنيش. يا عائشة انا عندي الاليمنت عندي نوعين، الاليمنت اهو من الاول اهو نوعين، يا ميتال يا نان ميتال. الميتال دول ان الانرجي ليفل زي الصوديوم كان 2 و8 و1 تمام، زي المغنيسيوم 2 و8 و2، ادي المغنيسيوم برضو زي الالومنيوم 2 و8 و3. لاحظت ان اخر ليفلز في الميتال كلهم 1 او 2 او 3. هل الاسهل اللي انا افقد 1 او 2 او 3 ولا اكتسب 7 و6 و5؟ مين الاسهل؟ لا الميتال اخذ السهل هو بالنسبه لها ان انا اعمل لوس، ان انا افقد الاسهل ان انا اخسر. تمام، الميتال السهل ان انا اعمل لوس فتتحول لبوزيتيف ايون، فلان ايه لما انا هفقد الوان الاخير فيبقى مونو فالنت، المغنيسيوم لما هفقد التو الاخيره فيبقى داي فالنت، الالومنيوم لما انا هفقد الثري الاخيره فتبقى تراي فالنت. معايا يا شباب؟ تمام. يا ولاد الفالنس بتتقال على الفقد وعلى اللوس اند اجين، يعني على الاثنين، فقدت او اكتسبت باسمي ان انا معايا فالنس تمام. قيمه الفالنس هي القيمه بتاعت الالكترون اللي انا بعمل لها لوس اور اجين. طيب تعالي نبص على الكلورين، الكلورين كان 2، الكلورين اهو فين القلم؟ كان 17، كان 2 و8 و7 تمام، والاكسجين كان 8 اللي هو 2 و6. طيب لو بصينا على الكلورين، لو بصينا على الكلورين اخر ليفلز فيه 7، هل سهل ان انا افقد ال 7 كلهم ولا اكتسب 1؟ مين الاسهل بالنسبه لي؟ حد يجاوب اكتسب عليا. 1 اكتسب 1 اكتسب 1. اكتسب 1 طيب اكتسبنا واحد بقى انا اسمه الفالنس بتاعي مونو فالنس تمام.
ميكس. طيب نيجي عند الاكسجين اللي تحتيه، بقى عندي 2 6، سهل ان انا افقد ال 6 ولا اكتسب 2 عشان يبقوا 8؟ سيبتو يا مس، اكتسب 2. نعم بقول لك انا حصل اللغات. اه، دي حصة لغات. انت داخل مع مين؟ انت دخل معانا في واحد لغات ولا عربي؟ لا عربي. لا طيب معلش هتضطر انك انت تخرج. هو انا بعت اللينك يا ولاد في جروب العربي ولا جروب اللغات؟ ايه طيب نكمل. الاكسجين عندنا ستيكس، انا قلت ان انا هعمل اجين لتو الكترون، فهيبقى معايا داي فيلنت. تمام انا بادئه معاكم من اولى، حلو كده؟ تمام. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى الارجون اللي هو الاي ار اي تي. لقيت ان انا لما اجي اوزع الكي بقى 2 والال بقى 8 والام بقى 8، مين ده؟ ده ميتال ولا نان ميتال ولا نوبل جازز؟ نوبل طالما كلهم مكملين فتبقى نوبل جاز. حلو قوي، نوبل جازز. طب يا تيشر طالما هو نوبل جازز الفيلنس بتاعه كام؟ هل هو هيفقد حاجة؟ لا هيكتسب لا حاجة؟ هتبقى يبقى زيرو زيرو. زيرو بقى. تمام؟ تمام. يبقى خلصنا من أول بوينت بتاعت الفيلنس. أي حد عنده مشكلة في الفيلنس تاني؟ لا تمام. طيب شايفين البيج اللي قدامنا دي، هو ملخص لنا الحوار كله، اللي انا بدل ما انا اخد كل اليمنت واوزعه واشوف هو مينو فيلنس ولا لا، هو جايب لي الاليمنت وقايل لي ده مونو فيلنس وده داي فيلنس وده تراي فيلنس. تمام، فهو بيكلمني الاول عن الميتال اليمنت، البوتاسيوم والسيلفر والصوديوم والليثيوم، الاربعه دول مونو فيلنت. تمام، اما المغنيسيوم والميركوري والكالسيوم والليد والزنك دول داي فيلنس. اما تمام. التراي فيلانس هو الجولد والالومنيوم. تاني تاني جايب لي الاليمنت بتاعتي اهي، الاليمنت دي ميتاليك بس، لسه مقلب البيج هجيب لكم النون ميتاليك، ومقسم لي المونو فيلانت صوديوم بوتاسيوم ليثيوم سيلفر، الداي فيلانت مغنيسيوم ميركوري كالسيوم ليد زنك، التراي فيلانت جولد والومنيوم. تمام، قال لي حاجه مهمه قوي بقى، انا عندي اليمنت ممكن تكون عندها اتنين فيلانس، يعني ايه تيتشر؟ زي الكبر. قال لي الكبر ده ممكن يشتغل معايا مونو فيلانت وممكن يشتغل معايا داي فيلانت. طيب يا تيتشر لما انا اجي اكتب الكومباوند بتاعي اعرف منين هو مونو ولا داي؟ قال لي معظم الكبر بشغله معايا داي، وهو هيقول لي الاليمنت اللي بيكون عندها اتنين فيلانس، يعني ممكن تشتغل 1 مونو فيلانس او ممكن تشتغل داي فيلانس، بيجي يقول لي في البروبلمز بتاعتي ده مونو فيلانس ولا داي فيلانس عشان اعرف اكتب الكومباوند بتاعي. وبرده الايرون الحديد، الايرون ممكن يشتغل معايا داي فيلنت وممكن يشتغل معايا تراي فيلنت. تمام، الداي فيلنت بسميه فوسفورس، اما التراي فيلنت بسميه فيريك. تمام، فيروس وفيريك. حد عنده مشكله في البيتش دي؟ هبعتها لكم عشان تحفظوها. تمام، نيجي بقى عند النون ميتال. برضو المونوفيلنت اللي انا قلت لسه قايله عليهم الهالوجين، زي الهيدروجين والفلورين والايودين والبرومين والكلورين، والاكسجين هو داي فيلنت، الكربون هو تترا فيلنت. يعني ايه تترا؟ يعني رباعي. تمام، عندي بعد كده السلفر ممكن يشتغل داي وتترا وهكسا، اما النيتروجين ممكن يشتغل تراي وكمان بنتا، بنتا يعني خمسه، والفوسفورس نفس الموضوع. نخلي بالنا ما نتخضش من الاليمنت اللي عندها اكتر من فيلنس، هو الاليمنت اللي عندها اكتر من فيلنس هو هيقول لي عليها، هيقول لي انت هتشتغل بيها مونو ولا داي ولا تراي ولا ايه بالظبط، ولا بنتا ولا هيكسا. معايا يا شباب؟ تمام. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا السيشن الجاي اكون عارفه الاليمنت بتاعتي، افتكر الرموز بتاعتهم وافتكر الاليمنت. تمام، طيب نيجي بعد كده عندي حاجه بقى غير الاليمنت اسمها اتوميك جروب. يعني ايه تتشر اتوميك جروب؟ قال لي دول جروب كده اوف اتوم مع بعض بيشتغلوا كانهم اتوم واحده.
زي مين؟ زي الهيدروكسيد. سمعتوا كلمة هيدروكسيد قبل كده؟ أكيد. هيدروكسيد، الهيدروكسيد هو الـ OH. طيب دول كده يتتشر اتنين اتوم، هما دول كومباوند؟ قال لي لا، دول اتوميك جروب، بالاتنين مع بعض لازم احطهم جوه كراكتس، جوه اقواس. طيب الفالنس بتاعهم بقى، هاخد الفالنس بتاع الاكسجين ولا هاخد الفالنس بتاع الهيدروجين؟ قال لي لا، بناخد الفالنس بتاعهم هما الاثنين، الاتوميك جروب لما يجي بيخشوا لي في اي كيميكال رياكشن بيشتغلوا كانهم اتوم واحده، ليهم فالنس خاص بيهم. يعني الهيدروكسيد جروب ده مونو فالنت معايا، تمام. الاتوميك جروب هو جروب اوف ذا اتوم، جروب اوف ذا اتوم اكت از اتوم، بيشتغلوا كانهم اتوم واحده. طيب ليهم فالنس، ليهم فالنس. المونو فالنس زي الهيدروكسيد، زي الباي كربونات اللي هو اتش سي او 3، زي النيتريت اللي هو الان او 3، وزي النيترايت ان او 2، وزي كمان الامونيا ان اتش 4. ده دول المونو فالنت عندي اللي في الاتوميك جروب. طيب تعالي يا تيتشر شوفي الدايتوميك. قال لي الدايتوميك عندي في الاتوميك جروب الكربونات سي او 3 وكمان السلفر سي اس او 4. تاني، الكربونات سي او 3 والسلفر اس او 4. نيجي بعد كده للتراي فالنس الفوسفات، الفوسفات بي او 4، وده تراي فالنس. يعني